يعطيكم العافية جميعاً. رجعنا لكم بالبارت 2 في محاضرة Inhibitors of Protein Synthesis للأنتيبيوتكس. حكينا على أمينوغليكوسايدز، حكينا على الجنتامايسين، حكينا عن تتراسايكلينز، والآن الماكرولايتس. تمام؟ الدواء الرابع. طيب الماكرولايتس له عيلة. الماكرولايتس يعني من اسمه هو عبارة عن بروتين بيخلي ال يعني هاي معلومة off the record زي ما بيحكوها، بيخلي مثلا بيرتبط على الرايبوسوم يزحلق وما يرتبط باختصار. عرفنا يعني مثلا الامينو اسيدز بدها ترتبط علشان يعمل لي بروتين بالنهايه، بدل ما يرتبط على الرايبوسوم بروح هو اللي بيرتبط بخليهم يزحلقوا زي انه بزيت المحل. تمام؟ فهي معلومه اوف ذا ريكورد علشان تفهموا من اسمها ماكرولايتس. تمام؟ الماكرولايتس هو عباره عن عيله لها ثلاث: اريثروميسين، كلاريثروميسين، والازيثايروميسين. تمام؟ والازيثايروميسين اسمه التجاري هو زوماكس. تمام؟ هذول بكتيريوستاتيك عكس الامينوغلايكوسايدز وزي التتراسايكلينز، هذول ستاتيك ايجنتس ذات انهبت بروتين سينثيسيس باي اكتنج اون رايبوسوم 50S. هذا لحد الان اول ايش انتيبايوتيك لحد الان بنشوفه بيعمل انهبيشن للبروتين سينثيسيس للبكتيريا بيرتبط على الرايبوسوم 50S. طيب شو الفارماكونيتكس تبع الماكرولايتس؟ بقول لك رود اوف ادمنستريشن اورالي زي التتراسايكلينز. They are well absorbed, widely distributed in tissues, but do not cross blood-brain barrier into the CSF. زيهم زي التتراسايكلينز، لا راح ولا إشي ولا إجا. بس التتراسايكلينز عندهم الماينوسايكلين، هذا بفوت. إحنا حكينا عنه، هذا الولد شيطان، بروح 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 وبيجي كثير. تمام؟ ولكن حكينا ماكرولايتس زيهم زي التتراسايكلين ما بفوت، زي مثلاً دواء التتراسايكلين ما بفوتوا على ايش CSF وبعملوا الكروس للبلود برين بارير. elimination is in bile throughout the liver. بعملوا لي ايش elimination في البايل throughout the liver. therapeutic uses انا وين وليش وكيف وبعطي therapeutic بعطي عفوا macrolides. alternative to penicillin يعني هو بديل عن البنسلين in the presence of penicillin allergy. طيب في حالات المايكوبلازما نيومونيا كودا تيبيكال نيومونيا. تمام؟ هيليكوباكتر انفكشن لايك جاسترو انترايتس والكلاميديا انفكشن وديفثيريا ووبين كوف ليجوناريس ديزيز كاركترايز باي ريسبيراتوري جي اي تي وسي ان اس مانيفستيشن. يعني انا كيف بدي اعرف انه والله انا عندي ليجوناريس ديزيز؟ بقول لك من خلال اذا كان عندي مانيفستيشنز وين؟ في السي ان اس وبالجي اي تي وبالريسبيراتوري. طب لو بتلاحظوا انه معظم الادويه الموجوده هون او اذا مش كلهم طبعا، كل هذولا ايش تقريبا انه كلهم جرام نيجاتيف. تمام؟ كونترا انديكيشنز موانع ليفر ديزيز في حالات الليفر ديزيز. طيب شو الادفيرس افكتس تبعون المايكرولايتس؟ بيقول لك جي اي ابسيت ممكن يسبب لي ليفر دامج، كوليستاتيك جاندس طبعا اكيد بده يعمل لي ليفر دامج، ليش؟ لانه بصير لي اكسيرشن انا بالليفر. انهبيشن اوف هيباتيك دراج ميتابوليزم ممكن اللي يسبب لي ايش انهبيشن للأدوية اللي بصير لها ميتابوليزم وين في الليفر. يعني كيف أقول لكم أشبه لكم إياها إنه فات على الليفر قال له أنت حبيبي أنت إلي بس مش لحد ثاني. مين أنت؟ الليفر بتطلع عليه زي هيك بقول له مين أنت يا عمو؟ بقول له أنا الماكرولايتس، أنا معشوقك. ما في حدا تعمله، فبعمل إنهيبيشن لكل الأدوية اللي فات على الليفر. تمام؟ هاي إحدى الأدفيرس إفكتس. طيب نبلش بولاده واحد واحد. اريثروميسين افكتيف اجينست مين؟ الجرام بوزيتيف اورجانيزمز. احنا كنا نحكي عن الماكرولايتس استعمال بشكل عام، الان بدنا نفصلهم. بنحكي عن اول واحد الاريثروميسين افكتيف اجينست مين؟ الجرام بوزيتيف اورجانيزم. طيب هذا انتي باكتيريال سبيكترم سيميلر تو ذا بنسلين، يعني نفس الايش الباكتيريال سبيكترم تبع مين؟ تبع البنسلين، يعني نفس شغله، نفس مجال شغله. خلينا نحكي ليش. طب احنا حكينا انه اصلا الماكرولايتس هو بديل عن البنسلين في حالات البنسلين الالرجي، صح؟ It is used in patients in allergic with penicillin. هاي احنا ها والله ما انتبهت انه في الجملة هاي. ناسي انها موجودة. طيب حكينا عن مين؟ حكينا عن الاريثروميسين. الان بدنا نحكي عن ايش؟ عن الكلاريثروميسين اللي هو كلاسيد. طيب
it acts like erythromycin, يعني بيشتغل نفس الشغل مثلا يعني كأنه erythromycin with similar spectrum of activity mainly against ايش؟ جرام بوزيتيف. لحد الآن بقول لك أنا نفس الإريثرومايسين يا الإريثرو يا أنا يا كريثرومايسين، ولكن إني برضو بشتغل على إيش؟ الهيموفيلس إنفلونزا. الإريثرومايسين ما بشتغل على عن الهيموفيلس إنفلونزا. طيب الكريثرومايسين هو rapidly or better absorbed than erythromycin. بتفوق على الإريثرومايسين وproduces less GIT upset. لحد الآن أنا شايف إن الكريثرومايسين دواء أحسن من الإريثرومايسين. وعنده سبيكترم اعلى لانه بيشتغل على هيموفيلس انفلونزا وهي جرام نيجاتيف. بقول لك it is used in respiratory tract infection اكيد من هيموفيلس انفلونزا و soft tissue infections. طيب it is useful in peptic ulcer therapy. ليش؟ لانه بقول لك في انا عندي بكتيريا اسمها هيليكوباكتر بايلوري راح تعمل لي peptic ulcers، عملي تقرحات وين؟ في المعده. فانا بروح استعمل كلاريثروميسين عشان يعمل لي ايراديكيشن للهيليكوباكتر بايلوري واذر انتي اولكر دراجز مع بالتعاون مع انذر انتي اولكر دراجز، لانه لحاله يمكن بقدرش، مسكين حرام. انت قاعد بتحكي عن هيليكوباكتر بايلوري الجرثومه المعويه الحلزونيه، كثير سمعنا عن انه احنا والله يعني كان معاه هيك جي اي تي ديستربانسز وعنده قرحات ودائما معاه حرقه والى اخره، بالاخير عمل فحص مثلا ستول ولقى عنده جرثومه حلزونيه. شو هي الجرثومه الحلزونيه؟ هي الهيليكوباكتر بايلوري. طيب الازيثروميسين، زيثروماكس الاسم التجاري تبعه، غير مطلوبين احنا بالاسم التجاري، غير مطالبين فيه. اتس اكتف اجينست ماني جرام نيجاتيف اورجانيزمز، بيشتغل على جرام نيجاتيف عكس الكريثرو والاريثرو. بس انه الكريثرو بقول لك والله انا بشتغل على الهيموفيلس، طب اقعد اقول تشتغل لا على واحد صرت تشتغل على جرام نيجاتيف شو العالم هاي؟ لايك هيموفيلس انفلونزا ونوسيريا غونوريا و against chlamydia but less effective than erythromycin against gram positive organism. طبعا اكيد يعني انت بدك، انت طماع يا شو اسمه الازيثروميسين، والله انك طماع بدك تشتغل على الكل. لا يا عم انت الك الجرام نيجاتيف خاص نص، بس ايش الاكتيفيتي تبعتك اقل من الارثروميسين والكريثروميسين على الجرام بوزيتيف. It is useful to treat respiratory air tract infection المايكوبلازما نيومونيا، بيشتغل برضو soft tissue infection. soft tissue infection زي الايش؟ زي الكريثروميسين. sexually transmitted chlamydial disease، هو اكيد بيعمل eradication للكلايميديا فاكيد بده يشتغل على sexually transmitted chlamydial disease. long half life، اوف هذا 40 ساعة تخيلين، فهذا المفروض انت تحفظه زي هيك. مين اللونج مين اللي عنده long half life about 40 hours؟ يلا مباشر azithromycin صح 100%. orally او intravenous infusion، يا اما اورال يا انترافينوس. طيب كمراجعه سريعه، مين الاورال دراج؟ يلا تتراسايكلين صح. طيب مين انترافينوس؟ امينو جلايكوسايدز 100%. كليندامايسين. طيب خلصنا من شق كبير، والله ماشيين احنا تمام الان، خلصنا من شق كبير من الادويه تمام. الان وصلنا جزء جديد، دواء خامس. شو اسمه؟ اسمه كليندامايسين دالاسين او دالاكين. صراحه الادويه ترى كثير معقده، يعني بالانجليزي اذا في اي اذا في حرف ال قبل السي بتصير كي. الادويه اقسم بالله مرات تلتفت سي، فاقسم بالله بيجي الله يحرق الفم. اتس ا بكتيريو ستاتيك زي تتراسايكلين زي الماكرولايت. agents that acts by inhibiting bacterial protein synthesis. اكيد محور يعني مسكاك، ما انت محور المحاضره. It has similar spectrum of activity to erythromycin, penicillin, anaerobes. يعني الكليندامايسين بيشتغل على الانيروبس. طيب الامينو جلايكوسايدز عمين بيشتغل على الايروبس بالضبط. يعني هو بيشتغل عنده similar spectrum لمين؟ يعني زي مين بيشتغل؟ بيشتغل زي الارثرومايسين والبنسلين تمام، وبيشتغل على الانيروبس. It is well absorbed after oral administration. يعني وبرضو عكس مين؟ عكس الامينو جلايكوسايدز. الامينو جلايكوسايدز ايش؟ عنده poorly absorption من ايش اذا بناخذ اورال. اما الكليندامايسين بقول لك لا يا حبيبي انا اورال 100% انت ضعيف تمام. ثيرابيوتيك يوزس لمين الكليندامايسين؟ للانيروبيك انفكشنز ما احنا حكينا، لايك ان ابدومين تي ابدومين والتيث مثلا دنتال انفكشنز. اكيد كنا مثلا رحنا على دنتست، انا شخصيا بكره راي على الدنتست مثلا بدي اشيل طاحونه بصير يقول لك، او مثلا بدي احفر بدي اركب تلبيس الى اخره بصير يقول لك امشي على
كورس انتيبايوتيك قبل ما اشيل لك ايش مثلا الطاحون. ليش؟ لانه والله عندك انفكشن بعدين فاشيل لك اياها. معناته شو راح يصرف لك؟ راح يصرف لك كليندامايسن. هسه الان انت بس تروح على تروح على الدنتست تقول له بدك تصرف لي كليندامايسن، صح؟ هيك انت بتعرف حالك، راح يعرفك انك صيدلاني ترى مش دكتور. بلفس وسبتك ابورشن، تمام. اوستيومايلايتس اللي هو التهاب العظم، انفكشن اوف بون كوست باي مين؟ ستافيلوكوكاي، تمام. فانا بستعمل كليندامايسن في حالات ايش؟ الانفكشنز اوستيومايلايتس اللي كوزد باي ستافيلوكوكاي، بيكوز جود بون بينتريشن بفوت على البون بعمل لي جود بون بينتريشن وجود انتي ستافيلوكوكاي اكتيفيتي. بشتغل على انتي مين بقول لك يعني وقف الكليندامايسن يقول مين الستافيلوكوكاي خايفين منها انتو يا شويه ادويه، تمام. وان سيريس جرام بوزيتيف انفكشنز الادفيرس افكتس للكليندامايسن دياريا وانتيبايوتيك سكيتد كولايتس وأليرجي وليفر ديسفانكشن. كلورامفينيكول خلصنا، بلشنا بالدواء رقم 6. دواء رقم 6. طيب كلورامفينيكول it is a bacteriostatic agent. static احنا ملاحظين ان كل الان static ما عدا الامينوغلايكوسايدز بكتيريوسيدال، تمام. but sometimes maybe ايش بكتيريوسيدال يعني الكلورامفينيكول ماله مزاجي. هو مش مزاجي يعني حسب ما انا قرأت انه حسب الدوز، اذا الدوز عالي اذا الدوز عالي بيصير سدل، اذا الدوز قليل فراح يقلب ستاتيك، تمام. فانسوا اللي انا قرأته، اعرفوا انه مزاجي كلورامفينيكول مزاجي، مره ستاتيك مره سدل، تمام. هيموفيلس انفلونزا متى بيصير السدل؟ في حالات الهيموفيلس انفلونزا والستريبتوكوكال نيومونيا. هو انا بقلب سدل، هو انا بقلب وجهه بصير تعال جاي يقتلك، تمام. It has a broad spectrum of activity against gram positive والجرام نيجاتيف بكتيريا وانيروبس. انا شايف هذا بتاع كله يخرب بيته، مش مخلي واحد مش خليه من شره جد. يلا مباشره كلورامفينيكول بتاع كله. ليش هو بتاع كله؟ لانه ستاتيك وسدل، ولانه جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف وانيروب، صح ولا لا؟ Because of its serious adverse effects, it has limited uses. يا الله سبحان الله، دائما الدواء المنيح بيروح، تمام. Mainly in serious infections. يعني في حالات serious infection هو عنده إيش adverse effects كثيرة. وخذوها قاعدة في علم الأدوية، أي إشي عنده wide spectrum بيشتغل على شغلات كثيرة، معناته راح يكون عرضة للadverse effects أكثر من أدوية غيره، تمام. هاي قاعدة بعلم الأدوية. Pharmacokinetics drug given orally. مين اللي given orally؟ كلورامفينيكول، ما لكم نسيته. Or parenterally. يعني أنا عندي خيارين والله بتاع كله يا أخوان، ها oral parenterally ما عنده مشكلة، يا بعطيه هيك يا هيك. It is widely distributed tissue crosses blood brain barrier. مش بقول لكم بتاع كله، هيو كمان بفوت على blood brain barrier، تمام. Widely distributed. It is metabolized in the liver and excretion in the urine. يا باي مش بقول ها اشتغل على الليفر اشتغل على الكدني، انتم متخيلين؟ وعشان هيك هو عنده ادفيرس دراج رياكشنز عالي، لانه بفوت على الليفر بفوت على الكدني. سمولر دوزز ان ليفر ديزيز، في حالات الليفر ديزيز لانه بصير له ميتابوليزم، فايش انا بطبق سمولر دوزز. من هسه كلورامفينيكول بتاع كله، شو يعني انتم متخيلين كل شيء مخترع بالكم هو بيشتغله او يعني بيعمله. ثيرابيوتيك يوزز متى انا بعطيه؟ بحالات السالمونيليسيس هاي جرام نيجاتيف، هيموفيلس مننجيتايتس جرام نيجاتيف، مننجو كوكال مننجيتايتس جرام نيجاتيف، ان بنسلين اليرجيك بيشنتس. يعني انا هسه البنسلين بشتغل على مننجو كوكال مننجيتايتس، ولكن بما ان البنسلين هذا الشخص اليرجيك معناته انا شو بعطيه؟ بعطيه ايش؟ كلورامفينيكول. انيروبيك انفكشن للسي ان اس وتوبيكالي ان اوكيولار انفكشن. يعني في حالات انا ممكن اعطيك قطرات عين في حالات الايش الاوكيولار، في حالات التهابات العين البكتيريا كونجكتيفايتس. طيب الادفيرس افكتس نبلش، بما انه حكينا اصلا احنا عندنا سيريس ادفيرس دراج رياكشنز فاكيد راح يكون عنده سايد افكتس كثير عالي. بون مارو ديبريشن ممكن يسبب لي بون مارو ديبريشن، وهم نوعين انيميا وابلاستيك انيميا. الانيميا هي ريفرسبل وهي دوز ديبندنت ديبريشن، تمام. وابلاستيك انيميا ايديوسينكراتيك الريفرسبل، ما لا يمكن التراجع عنها. بحالات الانيميا اللي بسبب لي اياها ممكن انا اوقف الدواء
وخلاص تروح. اما في حالات الان بلاسكريمي انا خلاص عملت دامج لا يمكن التراجع عنه، تمام. ممكن يسبب لي جري بيبي سيندروم. شو يعني جري بيبي سيندروم؟ يعني لونه هيك سكني هيك جري، تمام. ليش؟ بسبب الكيانوسيس، بسبب لي هايبوتنشن للبيبي، وبالتالي ايش راح يعمل له؟ ديث، because of inability to newborn liver to metabolize drug efficiently. يعني انا رحت اعطيته لبيبي وهذا البيبي، طب ما هو اصلا بيصير له ميتابوليزم في الليفر، والليفر تبع البيبي مش مكتمل ولا عنده انزيمات مكتمله، فانت اعطيته دواء كبير عليه وقوي عليه، فراح يعمل لي جري بيبي سيندروم. الجري بيبي سيندروم شو بتسبب لي؟ بتسبب لي سيدي العزيز، واحد كاينوسيس، اثنين هايبوتنشن، بالاخير راح يصير عندي ديث. انا مش عارف ليش هيك بحكي. Resulting in its accumulation، بالأخير بتعمل لي toxicity. Optic or peripheral neuritis وinhibition of hepatic metabolism of drugs like warfarin and phenytoin. يعني كنا نحكي عن مين؟ يعني كنا نحكي عن الماكرولايدز، بتقول للليفر انت معشوقي ومحجوز وما في حدا يأخذك، صح؟ كنا نحكي عن الماكرولايدز زي هيك لأنه بيعمل لي inhibition للميتابوليزم تبعون الدرج. برضو بيجي مين حبيبنا؟ ها؟ ذكركم باسمه، انا نسيته بصراحة. كلورامفينكول، تمام. بيجي كلورامفينكول، بيجي بصير يقول تعال انت برضه يا الليفر انا حاجزك، والله انا حاجزك، ما في روح، لا تروح لا يمين ولا شمال ولا محل، عرفنا. ولمين بيعمل انهبيشن الدراكس؟ مثل وورفرين والفينيتوين، تمام. يعني الان عندنا دويين، الماكرولايتس والكلورام فينيكول، بيعملوا لي انهيبيشن للدراج ميتابوليزم فور دراجز ان ذا ليفر، تمام. كونترا انديكيشنز، موانع ما اعطي ليت بريجننسي نيو بورن بيبيز، ما هو بيعمل لي جري بيبي سيندروم، ريسك جري بيبي هايها سيندروم، وبريست فيدينج وومن، تمام. خلصنا الدواء رقم 6، نبلش بدواء رقم 7، تمام. لينزويد its main clinical use in resistant gram positive organisms. يعني باختصار بيجي لينزول، لينزولت بيقول انتوا يا شويه ادويه البكتيريا قادره عليكم، قادره عليكم يا زنخين، بديش احكي كلام ثاني. قادره عليكم. طيب انا لينزويد، لينزولت تقول بيحكي عن زوس. انا لينزولت بروح بقضي على البكتيريا اللي هي ريزيستنت لكم. طب زي مين؟ ميثيسيلين، الميثيسيلين والفانكومايسين هذول ريزيستنت للستافيلوكوكس ايروس، والفانكومايسين ريزيستنت للانتيروكوكس، والبنسيلين ريزيستنت للستريبتوكوكس. يعني هو بيشتغل الستافيلوكوكس ايروس وبيشتغل على الانتيروكوكس وبيشتغل على الستريبتوكوكس، تمام. مين هذا؟ هذا اللينزوليد. طيب هو اورال واي في ادمنستريشن، والادفيرس افكتس، شو الادفيرس افكتس تبعته؟ نوزيا، دايريا، هيدك، وراش، وثرومبوسايتوبينيا. يعني بخلي لي الثرومبوس ايش؟ قليل، بينيا يعني عدد قليل، تمام. اخر دواء، اخر دواء ودواء رقم 8، جلايكول سيلسايكلينز، جلايكول سيلسايكلينز او جلايسيل سيلسايكلين اللي هو تايجل سايكلين مثال عليه. ستراكشر سيميلر تو تتراسايكلينز، هو يعني نفس الستراكشر chemical structure تبع التتراسايكلينز. extended broad spectrum activity against، يعني عنده extended broad spectrum، يعني عنده wide broad spectrum. واحد multi drug resistant gram positive، طب زي مين؟ مثل البنثيسيلين، هو resistant staphylococci، معناته بيجي هذا الدواء تايجلسايكلين بيشتغل على staphylococci، ومالتي drug resistant streptococci برضو بيشتغل على ستريبتوكوكاي، يعني وفانكومايسين ريزيستنت انتيروكوكاي برضو بيشتغل على انتيروكوكاي. طب هذا دواء مين بذكركم؟ بذكرنا بلينيزوليد، بقول لك صح. واكستندد سبيكترم بيتا لاكتاميز برودوسينج جرام نيجاتيف، يعني انا في عندي بكتيريا بتعمل لي بيتا لاكتاميز، بيتا لاكتاميز بحط لي قلنا مين؟ البنسلين، البيتا لاكتامين في البنسلين، وبرضو بالسيفالوسبورين، فبيجيني انا مين؟ بيجيني تايجل سايكلين، تايجل سايكلين بيجي بقول انا بسد محركم يا شباب اقعدوا. عميل بيشتغل على الاكريباكتر بايومي بايوماني وعلى الانيروبيك اورجانيزمز، تمام. طيب هو نت اكتف اجينست بروتياس والبسودوموناس، طب مين هو النت اكتف؟ التايجل سايكلين، تمام. از انديكيتد فور كومبليكيتد سكين وسوفت تيشو انفكشنز، يعني انا بستعمله في حالات كان عندي كومبليكيتد سكين وسوفت تيشو انفكشنز، complicated intra-abdominal infections، يعني
شيء يعني كومبليكيتد، يعني انا عندي مثلا كثير انفكشنز خاشين بعض، انا عندي ستيفنس، عندي مثلا دراينس، عندي انفكشن، وعندي مثلا نكروسيس، يعني كومبليكيتد الوضع، انا عندي كثير شغلات. فانا بروح اعطي مين؟ عفوا، بعطي تايجل سايكلين. تمام، فانا بعطي تايجل سايكلين، شو اسمه، تايجل سايكلين. لمين بستعمله؟ بستعمل الكومبليكيتد سكين والسوفت تيشو انفكشنز، كومبليكيتد انترا ابدومينال انفكشنز، وجيفن اي في انفيوجنز افري 12 اور. لمين؟ للجماعه هذول. تمام، واليمينيتد فيا بايلري وفيكال اكسيرشن عن طريق البايل، وعن طريق بعدين بروح على الانتستين بتطلع عن طريق الفيسز. نو دوز ادجستمنتس الرينال امبيرمنت. ليش؟ لانه ما بروح على الرينال، لانه بصير له ايش؟ فيكال اكسيرشن عن طريق الفيسز بطلع. تمام، وما ننسى انه ما بشتغل لا على البروتيوس ولا بشتغل على ايش؟ البسودوموناس. تمام، شو الادفيرس افكتس تبعته؟ سيميلر تو تترا سايكلين، يعني نفس التترا سايكلين. طيب شو رجعكم على التترا سايكلين؟ هي شو الادفيرس افكتس تبعتها؟ وهي الادفيرس افكتس تبعون التترا سايكلين اللي هو الجي اي بيكاستك بين وديسكمفورت ونوزيا وفوميتنج ودياريا، وانتيبايوتيك اسكيتد كولايتس، بيعمل لي سور ثروت، بلاك هيري تونج، وديسفاجيا، وفوتو سنسيتيفيتي، وبيرن، وراش، وبلو جري ديسكلاريشن. تمام، اما حتى لا البلوري الراش والبلو وبلو جري ديسكلاريشن ما بيصير في حالات الايش الدواء شو اسمه التايجل سايكلين. في حالات التايجل سايكلين ما بيصير انا عندي ايش وراش وبلو جري ديسكلاريشن. ليش؟ لانها خاصه في المايكرو في المونوسايكل في الماينوسايكلين. تمام، ممكن يعمل لي يلو ديسكلاريشن وهايبوبليجيا اوف تيث ورينال امبيرمنت. بس رينال امبيرمنت لا، انا غلطت. رينال امبيرمنت ليش لا؟ ها طلع تحت اورجيكم اياه. نو دوز ادجستمنتس ان رينال امبيرمنت. ليش؟ لان ما بشتغل انا عندي بالكدني، فاكيد ما راح يصير عندي شيء، صح ولا لا؟ تمام، ممكن يسبب لي نوزيا، فوميتينج، فوتو سنسيتيفيتي اللي حكينا عنها، حساسيه الشمس، يعني اذا طلع على الشمس بيعمل ايش؟ الرجيك رياكشن، وديسكلاريشن اوف تيث ان تشيلدرن، وكونتراكتد ديورينج بريجننسي. وبصراحه لو انا ندمت اني رجعت هيها كلهم نفسهم كونتراكتد، وممنوع او يعني موانع اني ما اعطي، وهو واحد من الموانع اني ما اعطي خلال البريجننسي. هيك الحمد لله رب العالمين، خلصنا محاضره رقم 27. زي ما بكرر بقول الرقم الحمد لله عالي، الحمد لله اللي قدرنا نوصل لمحاضرة رقم 27. محاضرة بكرر، محاضرة زخمة، محاضرة زنخة، بحاجة لتعب، بحاجة انك تدرسها اكثر من مرة، مرتين وثلاث وممكن اربع وممكن خمسة. في كثير شغلات سيميلر بتسهل الحفظ، حاولت اني اربط قد ما اقدر واذكركم خلال الشرح بحيث تطلعوا اقل ما فيها 50% حافظين. وفقكم الله وأنا أرى دربكم ورزقكم ما تتمنون. موفقين للمرة الثانية، اتعبوا ادرسوا، أنتم لها وما كنتم هنا إلا وأنتم لها. وفقكم الله مرة ثالثة، ونلتقي في المحاضرة رقم 28 إن شاء الله. سلام علينا وعليكم.